أهلا بكم من جديد في حصة مغاربية. تتوقع الحكومة الجزائرية نهاية العام الحالي تحقيق فائض في الميزان التجاري فوق 17 مليار دولار. هذه الوضعية دفعت مختصين للمطالبة باستغلال الطفرة المالية لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الجزائري، فيما تراهن الحكومة على زيادة الصادرات خارج المحروقات وبلوغ 7 مليارات دولار نهاية العام للخروج بشكل تدريجي من الاقتصاد الريعي القائم على عائدات النفط والغاز. فائض الميزان التجاري في الجزائر سيفوق 17 مليار دولار نهاية العام الحالي، هي توقعات الحكومة التي كشف عنها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، أين أكد تسجيل ارتفاع محسوس في احتياطي الصرف بالنقد الأجنبي. هذه الوضعية يعتبرها مراقبون فرصة لزيادة المداخيل باستغلال فائض الميزان التجاري. في اعتقادي أن لو اعتمدنا على القطاع الخاص المشاريع المردودية نتاعه هي على العموم أكثر من 10%، معناه أن تحقق 17 مليار، يعني هذا الفائض لوحده يحقق بمعدل 1.7 مليار دولار سنويا، اللي هو يعني أحسن ضمان للمستقبل. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن بروز مؤشرات للنهوض الاقتصادي، يؤكد خبراء أنه يجب استغلال فائض الميزان التجاري لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والإدارية ووضع أسس متينة لاقتصاد متنوع. يجب استغلال هذا الفائض التجاري في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في بداية عهدته، بداية بإصلاح الإدارة العمومية، ثانيا خلق استثمارات مهيكلة للاستثمارات الخاصة، ثالثا يمكن كذلك استغلال هذا الفائض في إجراء مختلف الدراسات التي تمكننا من معرفة مختلف الجوانب الاقتصادية في الاقتصاد الجزائري. وأشارت تقارير مالية دولية إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الدينار الجزائري خلال الفترة الأخيرة بفعل عدة عوامل. وتتوقع الحكومة الجزائرية بلوغ مداخل المحروقات نهاية العام الحالي أكثر من 50 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار، أرقام يعتبرها مراقبون فرصة ذهبية لإحداث إقلاع اقتصادي حقيقي. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر. من شرق الجزائر من ولاية الصيف ينضم إلينا البروفيسور مراد كواشي الأكاديمي والمتخصص في الشأن الاقتصادي. أهلا بك بروفيسور على شاشة الغد. إذن الحكومة تتوقع فائضا في الميزان التجاري فوق 17 مليار دولار نهاية العام، برأيك كيف يمكن استغلال ذلك؟ وهل نتوقع الزيادة في الأعوام القادمة إذا استمرت التغيرات الجيوسياسية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية؟ تحية طيبة وسلام عطر لك سيدتي الفاضلة والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. حقيقة الجزائر حققت أيضا في الميزان التجاري مع نهاية هذه السنة بلغ 17 مليار دولار. كل ما نتمناه أن يتم استغلال هذه الوفرة المالية من أجل تحقيق قفزة اقتصادية، وذلك من خلال وضع استراتيجية واضحة للتنويع الاقتصادي، وكذا الاستفادة من أخطاء الماضي وانتهاز الفرصة الثمينة والفرصة الذهبية المتاحة حاليا والتي عرفتها الجزائر من خلال ارتفاع أسعار المحروقات سواء البترول أو الغاز من جراء الحرب الروسية الأوكرانية. التنويع الاقتصادي يتأتى من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية أو التي لدينا فيها ميزة تنافسية. الجزائر مثلا تستطيع تطوير قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات على غرار قطاع التعديل والمناجم. في الجزائر يتوفر تقريبا 32 مادة أو معدن، نستغل منها فقط 18 مادة، في حين 14 معدن بقية دون استغلال.
في هذه السنة بدينا في استغلال غاز بلاد ثالث أكبر احتياطي عالمي في الحديد للحديد، وفي الحقيقة هناك معادن أخرى ما زالت باستغلال، وحتى البترول رغم أن أسعاره مرتفعة حوالي 100 دولار إلى أنه بعد تكراره يمكن أن نبيعه تقريبا 500 دولار يعني بخمس أضعاف. يمكن أيضا الاستثمار فلاحي، الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة صحيح. من الناحية الفلاحية. القطاع السياحي أيضا، القطاع السياحي يعرف تأخرا كبيرا هنا في الجزائر على خلاف بعض جيراننا الذين يساهم فيهم القطاع، يساهم القطاع الفلاحي في اقتصادياتهم بحوالي بأكثر من 50% من إيراداتهم، بالإضافة إلى قطاعات أخرى يجب التركيز عليها. وبالتأكيد أنه يجب الآن طيب هو التنويع ضروري، التنويع ضروري جدا في صادرات الجزائر. الحكومة تراهن على بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات خارج المحروقات، هل تنجح برأيك في ذلك؟ نعم، هو هذا الرقم هو متاح جدا وممكن تحقيقه، لأن صادرات خارج المحروقات خلال السداسي الأول بلغت حوالي 3.5 مليار دولار، وفي نهاية أوت الماضي بلغت الصادرات خارج المحروقات 4.4 مليار دولار، وأنا أتوقع أن يتم بلوغ الهدف المنشود وهو 7 مليار دولار مع نهاية هذه السنة بكل سهولة. وعليه فإنني أعتقد أنه من الواجب أيضا الاستمرار في هذه السياسة وهي تشجيع الصادرات خارج المحروقات، لكن الهدف الأسمى هو ضرورة التوجه نحو التنويع الاقتصادي. شكرا جزيلا لك البروفيسور مراد كواشي الأكاديمي المتخصص في الشأن الاقتصادي على كل ما تفضلت به، كنت معنا من شرق الجزائر ولاية الصيف.